السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 28 كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء حتى تمام الساعة ثمانية وأربع دقائق من صباح يوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعديها لبرج الميزان القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3.49 دقيقة من صباح يوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته من عود اليوم لطبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال أو بدء نظام غذائي أو تمارين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزن مناسب بنذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا ما يقدموا الدعم المالي والعاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة لأنه كثير بتكون مسيطر علينا هذا أفضل وقت للتخلص من العادات السيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات مهدئات مخدرات ويمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبرضه ممتاز لتعزيز العلاقات مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحوصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عندنا مجموعة من الزوايا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ستة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت غرينتش طبعا تأثيراتها مستمرة لخمس أيام قادمة إلها خمس أيام ومستمرة خمس أيام مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبرضو بتضمن لك إخلاص محبوبك بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش طبعا هاي الزاوية من واجه مصاعب وعراقيل بتتطلب منا إن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميلين للكآبة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة سبعة دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش بتأجج العاطفة اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة تسعة وعشر دقائق صباحا بتوقيت غرينتش. بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول نساعدهم قدر الإمكان يعني زي أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة بنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحظوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا تأثيراتها مستمرة لثلاث أيام قادمة ذروتها إيه الساعة تسعة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش بننشط إيه فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت كما إنها بتعزز قدراتنا العقلية بتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية يتعذر حلها مسبقا ومنشعر بهيك نوع من أنواع الطاقة العالية جدا تمنحنا ذكاء وخيال عالي جدا وقدرة على الابتكار وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين لكنها ممكن شوية تأثر على التركيز من كثر النشاط والحيوية بنفقد التركيز على موضوع معين منفكر بأكثر من موضوع مع بعض بزيد مننا للأمور اللي تتعلق بالأفلام أو السينما أو التلفزي أو كل ما له صلة بالكهرباء وبميل برضو إيه هاي الزاوية لتقوية حدسنا وبتساعدنا على حل الأوضاع المعقدة وبتجلب لنا دعوات وعروض للسفر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعاً عندنا البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن مراجعة طبية أو فحوصات ما في أي مشكلة أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء عمليات جراحية هذا اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحه يصلح لازاله الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي. بالنسبه للقمر بما انه مستقر في برج العذراء خلو المسار القادم بيبدا تمام الساعه 11 و19 دقيقه مساء يوم الاثنين وبيستمر حتى صباح يوم الثلاثاء. الساعة ثمانية وأربع دقائق صباحا بتوقيت غرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 17 يوم في تمام الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بصير 18 يوم نسبة الإضاءة واحد وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19/2 منتحسة بنسبة 10%. القمر في العذراء حتى يوم 30/1 سعيد الآن بنسبة 45%، ساعات الظهر سعيدة بنسبة 70%، ساعات العصر سعيدة بنسبة 100%. عطارد في الجدي حتى يوم 5/2 سعيد بنسبة 10%. الزهرة في الجدي حتى يوم 16/2 سعيد بنسبة 60%.

وبلوتو في الدلو حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بيتراكم فيه العمل أكثر من المعتاد وبتجد صعوبة في إنجاز الكثير منه بدكم تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا ايجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئه للتواصل او للتوصل لاتفاق لا ابحث عن حليف او عن دعم وتجنب الاساءه الى الاصدقاء وشركائك وحاذر من التراجع الصحي برج الثور بالنسبه لمواليد برج الثور بتظل الرغبه قويه في التقرب من احبائكم وايجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبحيطك الفلك بالحيويه والحماس لمتابعه المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من افضل ايام الشهر واوفرها حظا وبتشعر بالطمانينه والراحه برج الجوزاء بالنسبه لمواليد برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم اموركم البيتيه والعائليه وبوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الضغط أو التعب في بعض الأوقات وممكن تبحث عن ملاذ آمن أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك ممكن تلمس بعض التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وحاولوا انكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع اخ او جار بيسجل لك هذا اليوم لقاء مهم او اتصال مفيد او ممكن تجري بعض الابحاث والمفاوضات الناجحه وممكن تقوم بزياره او تلاحق عمل ملح وضروري وهي فترة إيجابية لكل هاي الأمور يعني طاقة عالية برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة. ممكن اليوم تناقشوا موضوع مالي، أهم إنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على عقد وحدد أهدافك. برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء بتنشغلوا اليوم أو بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وبتنشغلوا بأمور خاصة جدا لإلكم وعندكم قدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأدائكم فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماسة ووضوح بالافكار عالية. برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بيسيطر عليكم التعب لانه القمر موجود في بيت المتاعب ممكن تفكر في الغاء المواعيد او الابتعاد عن الاضواء احمي نفسك من المحتالين ممكن تهدأ الوتيرة عندك لحد الركود وتتراجع الأرباح والحيوية فعشان هيك اعمل بشكل روتيني لأن هاي فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنه ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة والعب دور بناء في محيطك ومجتمعك، بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة، الرؤية واضحة وما بيجوز تجنب أخذ القرارات. برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل، ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل. أهم شيء أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي بتنشطوا في السفر والاتصالات كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن. في عندك اليوم اندفاع وحماسة رح يترك أجمل انطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة. تطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك. فترة إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرص. برج الدلو بالنسبه لمواليد برج الدلو تفحصوا حساب مالي مشترك اليوم وخففوا من النفقات راجعوا كل الفواتير والدفعات اللي عليكم صحتكم او صحه قريب لالكم بحاجه للرعايه حاول انك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الراي او التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الاطراف ولا تهمل ملف ولا قضيه برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا اليوم بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل او العاطفة ولكن بدكم تكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات وحافظ على هدوءك الكامل في هاي الفترة لأنه الضغط كبير والأوضاع ممكن تصعب. هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء